بدأت فعاليات مسابقة رالي الطائرات الخاصة والتي تستضيفها مدينة الغردقة في منتجع الجونة بمشاركة 15 طائرة خاصة من دول أوروبية وعربية. تشمل هذه المسابقة تقديم عرض خاص للسيارات الكلاسيكية بمطار الجونة شمال مدينة الغردقة، وذلك بحضور عدد من السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية. تستقبل الغردقة لأول مرة رالي الطائرات الخاصة بمشاركة نحو 15 دولة أوروبية وعربية مختلفة، بهدف تنشيط السياحة وعمل مزارات سياحية والتنقل بالطائرات بين المحافظات السياحية المختلفة، حيث تشمل هذه الزيارة محافظات البحر الأحمر وأسوان والأقصر.